وقت صغير واطلع بالكونكلوجن صح، اعرف اطبقه على العيان وتطلع باحسن نتيجه. احنا بعدد الكليات الكبير الموجوده بعد كده المنافسه هتبقى ايه؟ غير التخصص وغير ان انت ماسك حته صغيره بتاعتك والكلام ده. لا هي كمان في نقطه ان انت تبقى ايه؟ افيشنت، لان العيان ساعات مبقاش عنده صبر ان هو يستنى كتير. وبرضه ازاي ان انت تعرف تعمل برزنتيشن للحاله عشان تصبره ان هو يستنى وقت التحسن بتاعه، لان ساعات هي حاله بطبيعتها هياخد 3 شهور عشان يتحسن. فازاي تعمل له برزنتيشن يصبر بيه معاك 3 شهور؟ انت صح ماشي، بس الفكره في البرزنتيشن تمام؟ فالنقط دي كلها بتحسن الافشنسي بتاعتك والاوت كام بتاعتك في الاخر. في حاجه اسمها كي بي اي. كي بي اي يعني كي بيرفورمانس انديكيتور. كي بيرفورمانس انديكيتور يعني ايه؟ يعني انا عاوز اشوف الدكتور ده او السيلابس ده الكفاءه بتاعته كام في الميه؟ لما هعرض الباوربوينت هعرض سلايد اتكلم عن النقطه دي. بس من ضمن الانديكيتور حاجه اسمها التايم بلان بتاعك. ودي بتبقى تحت نقطه اسمها السيرفيس. ماشي؟ يعني ايه تايم بلان؟ انا قلت ان العيان ده عنده مشكله تتحسن في 6 اسابيع، هل هو فعلا اتحسن في 6 اسابيع؟ وعلى اي اساس قلت ده؟ تمام؟ طب الايفالويشن بتاعي من الاول، هل انا عملت كلينيكال ريزونينج صح؟ يعني ايه كلينيكال ريزونينج؟ ده برضه هنقوله في المحاضره. ماشي؟ طيب هل في امثله للكلام ده بنشوفها في شغلنا؟ يعني مثلا اقدر اقول في حاله كانت جايه بتحول ان هو شولدر، كانت حاله شولدر ومطلعها ان انا شايفها ان هي احتمال تكون حاله باركنسونيزم، وبعتها دكتور مخ واعصاب واكد التشخيص ان هي حاله باركنسونيزم في اولها. طب هل في حاله كانت بنت جايه لي كل مشكلتها متحوله ان هي فك؟ طب الحاله دي اتحولت فك ليه؟ ليه؟ البنت لما سمعت من الام قالت لك اول ما بدات تتكلم جمل طويله بقت بتريق. انت تيجي تقول طب ايه علاقتي بالكلام ده؟ النقطه كلها كمان في الاوبزرفيشن. الاوبزرفيشن هي من اول بدايات الايفالوشن بتاعتك هو الاوبزرفيشن. البنت كانت بتريق لما بتتكلم جمل طويله. طب هي قبل كده ما كانتش بتريق ليه؟ كان الريكوايرمنت اقل. ايه الريكوايرمنت؟ ان هي تبلع ريقها وتتنفس وتتكلم جمل قصيره. لما بدات تتكلم جمل طويله بدات تريق. تمام؟ طيب البنت وهي جايه بتشرب كوبايه من الميه اللي قدامي على المكتب، ايديها خبطت في المكتب مرتين قبل كل مره تمسك فيهم كوبايه الميه. فعملت لها تيستنج كوردينيشن فطلع عندها مشاكل جنرال كوردينيشن مش في بقها بس. بس الفكره ان لسه ما اتعملش ستريس على ايديها يبين مشاكل ايديها، يبقى دي لما هتخش المدرسه هيبقى وضعها. تمام؟ فده منين؟ ده من الاوبزرفيشن. ولد تاني كان في دكتور، عشان القصص دي مش عارف اقولها من ساعه اللحظه، بس طيب. ولد خد جلستين مع دكتور فيزيوثيرابي ما كانش معاه نتيجه، دكتور محترم راح محولهولي. طيب هو الولد ده اصلا كشف مع دكتور اطفال، الام بتقول في مشكله في الفك بتلعثم وهو بيتكلم، فدكتور اطفال قال لها مفيش حاجه انت اللي مركزه زياده. راح دكتور مخ واعصاب قال نفس الكلام، راح لدكتور فك راح محوله قال لها ياخد علاج طبيعي، راح لدكتور العلاج الطبيعي اتكلم على قصه الرينج اوف موشن، الرينج اوف موشن ما اتحسنش. الولد جاي من الاوبزرفيشن بقول له حط 3 صوابع حطها جوه بقك، طريقته وهو بيتحرك صوابعه عشان يحطها جوه بقه ما كانتش سموث كفايه. طلبت منه ينط جامبنج جاك، جامبنج جاك يعني بس يحرك يعني كوردينيشن ابر معلومه عشان المسرح ما يتكسرش بس، فايه؟ فجامبنج جاك ما عرفش يعمله على الرغم ان هو سنه 9 سنين. 9 سنين ده مش المفروض يعمل كوردينيتد موفمنت زي جامبنج جاك بسهوله، كلنا كنا بنعملها في المدرسه. تمام؟ فدي ايه؟ كوردينيتد موفمنت. فالولد اخر حاجه ظهرت عنده الفك، لكن هو ما كانتش مشكلته فك، وكان عنده مشاكل كتيره. الولد في جلستين بس الحمد لله فتح فور رينج، عمل لاترال اكسكرشن في بوث سايدز كويس، ما بقاش في ديفيشن في الفك، والكلام اتحسن بعد الجلسه الرابعه. بس فضلنا شغالين معاه بعد كده على الكوردينيشن. نيجي لنقطة مهمة بقى، نقطة الدوكيومنتيشن. يعني إيه دوكيومنتيشن؟ إن أنت تسجل كل حاجة بلفظ الأم أو لفظ الأب أو لفظ البيشنت نفسه على حسب، ده طفل صغير فالأم اللي كانت بتحكي. الأم بتتكلم إن هي لاحظت بس التلعثم. لما أنا سألتها عنده مشاكل في اللعب الرياضة؟ قالت لي لأ.
بطريقه بروتكتيف. لا ما عندوش مشاكل. النظام بقى ان انت تعيد السؤال بطريقه ثانيه وانت بتحس بحرقان وانت بتعمل بول. لا طب وانت بتعمل بول بتحس بحرقان؟ ماشي. طب حضرتك هو بيلعب زي زمايله في الرياضه؟ هو بيلعب ايه؟ تنس. طب هو زيهم؟ لا هو بيلعب فيتنس بس الكابتن مش عاوز يطلعه للليفل اللي بعديه عشان هو مش عارف يتحكم في مسكه المضرب. تمام؟ يبقى فيها مشاهدات ثانيه. تمام؟ اخر حاله هذكرها قبل ما اخش، كان في ولد جاي لي من 4 سنين وشفته يوم الاثنين كان جايب انكل سبرين في ماتش كوره. الولد ده كنت مبسوط لما شفته. ليه؟ لانه كان 4 سنين كان بيتعالج معايا مشكله ثانيه. وقتها كنت مركز اكتر في حاجات الفيجوال موتور وكان جاي على طريق وورد اوف ماوس. انا ما عملش اعلانات ان انا شغال فيجوال موتور عشان انا بشتغلها لوحدي فهي بلود عليا في العيال. فهو الولد كان مشكلته ان هو ما بينقلش من على السبوره بسرعه زي زمايله وهي بتمسح السبوره قبل ما ينقل. فاحنا لما نيجي نقول هو الولد عنده المشكله دي بس لازم اشوف مشاهدات في حاجات ثانيه. طب الولد بيلعب اي رياضه؟ بيلعب كوره. طب في مشاكل في الكوره؟ والده قال لي هو ما بيلعبش غير لوحده، بيلعب كويس ويجيب جول بس ما بيباصيش لحد. لما اتحسنت مشكله السبوره بقى بيباصي برضه لزمايله. كانت مشكلته فين؟ فيجوال سكان، فيجوال تراكنج، ماشي؟ ومشكله عنده في الاورنس تخص اي فوت كوردينيشن واي هاند كوردينيشن. الكلام ده زي ما بنعمله في الاوكيبيشن ستادي في الفيجوال موتور والكلام ده مع الاطفال بنعمله مع الناس السبورتيف وبنعمل لهم ايفالويشن، ماشي؟ حاجات تخص الاكيوريسي في اللعب بتاعه وازاي ان هو يعني يحسن البرفورمانس بتاعه. تمام؟ كل ده حاجات مرتبطه. بنتكلم ايه؟ ان انت ازاي تربط الفايندنج بتاعتك ان انت بتلاقيها في الاوبزرفيشن عشان تطلع باوت كام في الاخر. طب التربيط ده كله اسمه ايه؟ اسمه انتجريشن. طيب ده اللي هنشوفه في المحاضره مع بعض دلوقتي ان شاء الله. May I present you to Mustafa Muhammad Ibrahim. The title of the lecture will be Efficient Assessment and Planning of Treatment. You have 20 minutes. You may go on. زي ما احنا شايفين كده ما كانش فيه بلاننج في كتابه العنوان اصلا. الخط الاصفر فوق الكلام عشان الكلام كتير شويه. يعني ايه efficient assessment؟ قلنا كلمه efficient يعني انت تجيب احسن حاجه في اقل وقت. فهو efficient assessment and planning of treatment. قصه البلاننج دي برضه بتوفر وقت كتير. هنستعرض مع بعض دلوقتي يعني ايه clinical resume. ماشي. ده نقطه الكي بي اي، كي بيرفورمانس انديكيتور اللي انا قلتها قبل ما ابتدي المحاضره بتاعتي. قلت كي بيرفورمانس انديكيتور بتبقى تنقسم لخمس حاجات. اول حاجه فيها الاوبريشن اند كواليتي، ثاني حاجه السيرفيس ليفل. لو اتكلمنا على الاوبريشن اند كواليتي هنلاقي فيه ايه؟ ايرلي اند اكيوريت فانكشنال دايجنوزز. تمام؟ دي اول حاجه فين؟ في الاوبريشن. طيب السيرفيس ليفل مكتوب فيها ايه؟ Treatment strategies are effective as per the proposed timeline. يعني فكرة ايه؟ التايم لاين. يبقى دي هي دي efficiency. ودول موجودين في الشكل اللي انت ما تيجي ايه تحدد السيرابس اللي شغال ده شغال بكفاءة كويسة في المستشفى او في العيادة او في المؤسسة ولا لا. تمام؟ فيبقى دي نقطة ريليتد لأرض الواقع بتاعة الشغل بتاعنا. تمام؟ طيب ده تقرير كاتبه دكتور حسن مختار، دكتور معايا في العياده. اقتراحه ان هو لازم يعني كتبه 3 مرات. ليه؟ كان مهم ان هو يكتبه بالتفصيل عشان يوضح مدى اهميه ان الدكتور اللي محول له يركز مع الحاله، لان دي حاله غير معتاده. الحاله دي جايه عباره عن ايه؟ May I refer to you this patient of post meniscectomy from 1 year، عيان عمل meniscectomy من سنه. تمام؟
طيب مشكلتي عندها ببساطة no active knee extension control in the terminal range آخر 20 درجة على الرغم إن هو عمل شهور علاج طبيعي. العيان ده كان جاي بعد الميسكتم على طول اشتغل كام جلسة بدأ يتحسن بقى الرينج بدأ يبقى افيلبل بعد كده ما كملش لأن الويتنج عندي كان مدته بره مش حلو في العيادة حاجة تخص تنظيمية يعني فالعيان مشي اشتغل في مركز تاني 8 شهور بعد كده رجع قال لي انا ما اتحسنتش كتير وبيصبرني الكلام فبشوفه فلسه التيرمينال ستيج هو لسه مش عارف يجيب فيها كنترول فقلت له ده مش طبيعي قال لي بس ما كانوش بيشتغلوا معايا تمارين زي ما كنت بتعمل وحط لي اجهزه بس قلت له لا ده ان شاء الله في مشاكل عادي كان هيتحسن عن كده في مشكله ثانيه فالبيشنت قال لي طب نجرب معلش قلت له هصوم اربع جلسات بس ما اتحسنتش تحسن كفايه هتروح تعمل رسم عصبي طيب ايه الفكره اول حاجه ان انت بتاخد هيستوري تمام وهنطبق الكلام ده دلوقتي على الهيرارشي اللي احنا هنمشي عليه ماشي وبعد الهيستوري بتشوف بتوبزرف وبعد الاوبزرفيشن بتعمل ايه بتبدا تاسس وبتشوف الرينج اوف موشن تمام الرينج اوف موشن بتاعه احنا قلنا ان هو ما بيعرفش يجيب اكتف بس افيلبل باسيف فانا بيبقى قبل ما اشوف النقطه دي كان عندي كذا احتمال منين؟ من الهيستوري وهو بيحكي لي الهيستوري العيان ده ممكن يكون متألم فمش عارف كنترول اخر بنش ممكن يكون في عنده ريستريكشن ستيفنس ممكن لما بدات تحط ايدك على العيان وتشوف الرينج اوف موشن الموضوع اختلف صح؟ طيب هنرجع للتقرير ده تاني بس بعد ما نستعرض اول حاجه بنعملها مع العيان انت بتاكواير داتا اللي هي الهيستوري اللي قلناها من العيان تمام؟ بعد الاكواير داتا بتعمل ايه؟ بتعمل انتربريتيشن وتعملها اورجنايزيشن لان العيان اصلا ممكن يقول لك مشكلته طبقا لاولوياته يعني حاله يا دكتور انا عندي تنميل في ايديا والدكتور قال لي اعمل عمليه في رقبتي طب هي عندي تنميل في ايدك اه طب عندي تنميل في رجلك اه في نفس الناحيه طب عندي تنميل في جسمك اه في نفس الجذع برضه في نفس الناحيه طب في تنميل في وشك اه في نفس الناحيه طب ما تقولي عندي تنميل في نص جسمك ليه تنميل في ايديكي بتوجهيني غلط هي اولوياتها ايديها اللي معطلاها فانت بتاخد الداتا وبترتبها تمام طيب بعد كده بتحط افتراض حطيت افتراض ان هي عندها تنميل في جسمها كله يبقى ممكن تبقى حاجه ريليتد للمخ ممكن تبقى حاجه يبقى مش دبل كراش 4 5 كراش وده احتمال صعب بس ايه خلينا نشوف تمام طيب هنيجي بقى نتست هايبوثيسز لسه بقول لك رحت الدكتور مخ اعصاب اه رحت بس اداني دواء رخيص بس اداني اكسيولا للعظم وقال لي عندي جلطه بس الدكتور الثاني اداني علاج غالي هي هتقيس موضوع ثاني ماشي بس هي شخص صح فالفكره كلها انا بقى لو هتست هايبوثيسز هتست بايه؟ روح الدكتور مخ واعصاب يشخصك ثاني كويس مثلا ده طريقه التست بتاعنا عشان انا ماليش نعمل دايجنوز بس صح ايه؟ هتعمل رنين على المخ وهتعمل المفروض مثلا نيرف كوندكشن عشان نشوف ليه في تنميل في جسمها في ايديها وفي رجلها وفي طبعا دكتور نجم هو يوضح الكلام ده اكتر فالاكواير داتا بتعمل كولكشن للانفورميشن انتربريتيشن ماشي بتعمل ميك سنس اوف انفورميشن وبترتبها ميك هايبوثيسز بتحط افتراضات عشان تعمل ديفرنشال دايجنوز انت بتفترض ان العيان بتاع الركبه ده عنده ستيفنس او هو عنده وجع عامل له انهبيشن او قصه او انت بتحط افتراضات وبعد كده بتشوفها دي اسمها ايه؟ اسمها ديتكتيف ميثود يعني بتحط سيري بعد كده بتشوف مصداقيتها صح ولا لا بتعمل تيست للهايبوثيسز بتاعتك هايبوسايد ديتكتيف تمام وبعد كده بالتست طب الكلام ده بيعدي في كل المراحل اه ازاي بقى بيعدي في كل المراحل في الانيشال داتا بتعمل الكلام ده في الهيستوري بعد كده بتخش في فيزيكال اكزامينشن بتعمل نفس الكلام بعد كده بتخش في الدياجنوستيك تيستنج وبتعمل نفس الكلام تاني يعني الثلاث مراحل بيطلع لك افكار هايبوثيسز بتشوفها وبتقعد تقللهم لحد ما بتوصل لاخر مرحله هنا اللي بعدها بتحط البلان اوف تريتمنت ماشي طيب فيبقى انا اي هايبوثيسز هتطلع هروح حاططها في كده اقول هل هي فيري لايكلي لقيتها هنا يبقى هشتغل عليها خلاص لقيتها هنا لا مش متاكد يبقى هعمل لها تيست يا اما هتطلع فوق يا اما هتنزل تحت لو هي تحت من الاول يبقى انا مش هتست وهلغيها من دماغي خالص تمام طيب فهنمشي بقى في كل مرحلة، العيان جايب ركبته ما بتتفردش للآخر، وهو قال الهيستوري بتاعه وعملوا له اكسرسايز وما عملوش اكسرسايز والكلام ده، واتكلمنا فيه طيب، رتبنا الداتا، حطيت احتمالات إن ممكن ستيفنس وممكن بين
وممكن uncontrolled range او ممكن مشكله بقى من اللمبر او في اي حاجه ثانيه. طيب دخلنا في physical examination حطيت ايدي عليه range of motion لقيته available passive ومش available active، لا يبقى كده مش قصه. طب انت في اي وجع؟ لا مفيش وجع. طب في وانا بتحرك كده بعمل الاكسسوري موفمنت في اي مشكله؟ مفيش. وفي نفس الوقت مفيش ليميتيشن عندي، يبقى مشكله كده ملهاش علاقه ولا ستيفنس ولا بين، لا. فكده احنا محتاج هنحط ان ممكن تبقى مشكله من اللمبر ويبقى لمبر وممكن تبقى ركبه في نفس الوقت. طب انا عاوز اعرف اعمل ايه؟ رسم عصب. العيان ده لما عمل رسم عصب طلع ايه؟ طلع مايوبسي. عيان هو وسنه تقريبا 29 سنه او حاجه زي كده. بس هو الفكره ايه؟ المشرط لما اتحط في رجله خلى المشكله تظهر اسرع في الايه؟ في الريكفري بتاعه، تمام؟ طب العيان يسكت او يصدق او يقتنع؟ لا، راح لدكتور عظام، ماشي؟ ما وروش التقرير، ما وروش الحاجه. دكتور عظام قال له هدخلك عمليه اي سي ال وعندك في تكلسات في الايه؟ في العضله. فراح مكلمني قلت له وريله التقرير بتاعي وريله التقرير بتاع الدكتوره، الدكتوره عملت لك رسم عصب. وراه له قال له لا، قال لي وقتها شكله كان متهز كده وقال لي لا مش هعمل لك عمليه. ماشي، وقال لي خلاص اعمل رنين على الركبه وعملت كذا، وقال لي امشي مع دكتور مخ واعصاب. فالشاهد في الموضوع ان العين بيريزيست برضه، ما هو طبيعي، هو انت دخلته في حاجه ما بتتحلش، مايوبسي. انت عاوز ان انا مايوبسي كمل مع الدكتوره وروح دكتور مخ واعصاب واعمل تحاليل وسونار والحاجه المطلوبه منك. فدلوقتي العين ده لو انا هشتغل معاه عشان ربطه تتفرد انا مش هوصله للفتيك. لكن لو عين سبورتيف بتعامل معاه عادي انا ممكن تعمل له هتاخد 80% من او 70% من الماكسيموم بتاعه تشتغل عليه. لكن العين ده ينفع اعمل معاه كده؟ الاستراتيجي اتغيرت تماما، بدل ما هيقعد معايا وقت معين في العياده كبير، لا انا ما ينفعش ادخله في الفتيك فاكتور اصلا، صح؟ لان انا كده هبوظه، تمام؟ فيبقى البلان اوف تريتمنت بتاعتي اتغيرت نتيجه ان انت دخلت في سكه دايجنوزس تاني. طيب ده التقرير بتاع العيان، ماشي؟ وهو طالع فيه قصه ان هو كيس مايوسيك، ماشي؟ طيب نرجع نرتب افكارنا بالشكل بتاعنا بقى تاني، ماشي؟ سريعا الاسسمنت دايناميك بروسس ان ويتش فيزيكال سيرابيست ميك كلينيكال جادجمنت بيست اون داتا جازرد ديورينج ذا اكزامينيشن. ذيس بروسس اولسو ماي ايدنتيفاي بوسيبل بروبلمز ذات ريكواير كونسلتيشن ويز ريفيرال تو انذر بروفايدر. زي ما عملنا وكلمنا على حاله الباركنسونيزم اللي كانت جايه ان هي متحوله لحاله الشولدر اصلا. الشاهد في الموضوع حاله الشولدر اللي فرق معايا فيها برضه الاوبزرفيشن، ابنها كان عاوز يقلعها الجاكيت، قلت له سيبها هي تقلع الجاكيت لوحدها، انا بحب اتفرج العيان بيقلع هدومه ازاي. وهي بتقلع هدومها حتى دراعها السليم كان بطيء، وكنت ملاحظ ان هي كيس ماسك فيس وحركتها يعني في مشاكل في البلاننج، تحس في مشكله يا اما البلاننج اوف ذا موفمنت او مشكله في الكوردينيشن. فده اللي خلاني اشوف بقيه جسمها مش مجرد كتفها اللي متحوله بيه، تمام؟ طيب يبقى انا الاسسمنت سبجكتيف واوبجكتيف. في النص حاجه مهمه هي اللي توفر لك وقتك، هي بلاننج اوف اوبجكتيف اسسمنت. العيان لو قال لك في الهيستوري انا بنام مصدع بصحى مصدع، غير لما اقول لك انا بنام كويس بصحى مصدع، صح؟ يعني في الهيستوري قال لك انا نمت مصدع، ماشي، وصحيت مصدع، اساله على الجيوب الانفيه، اساله على يعني ممكن اساله يعني دماغك بتعرف حاجات كتير. طب نام كويس صحي مصدع، هقول له ايه؟ المخده مش مظبوطه، بتشخر، بتجز على اسنانك، حاجه من الثلاث. ممكن يبقى فيها او مشكله في الكواليتي اوف سليبنج، هساله انت بتنام ازاي؟ بتصحى كم مره؟ بتاخد وقت قد ايه عشان تنام؟ اسئلتي اختلفت والاكزامينيشن بتاعي اختلف، صح كده؟ طب العيان لو قال لي لا انا رقبتي لما بصحى ما تبقاش وجعاني، بس على الساعه 3 4 بتبدا بتضايقني، على الساعه 6 مابقاش قادر اقعد. دخلت الفاتيك فاكتور، حاجات ميكانيكال، يعني الكلام بتاعك نفسه هيختلف مع العيان، وبالتالي البلاننج بتاعتك انت مش في الاوبجيكتيف هتعمل له كل السبيشال تيست، ومش هتقعد تعمل له كل رينج اوف موشن، صح كده؟ وعيان قال لك انا بيجي لي دوخه، ماشي؟ هتروح عامل له السيفتي ميجر بتاعتك في الرقبه وتعمل له تيستنج للفيرتيرو بازل انسفشنسي اكتر، هو طبيعي كده كده تعمله في حاله السرفايكل، بس هتركز معاك. طيب نرجع تاني السبجكتيف اسسمنت والاوبجيكتيف اسسمنت. بلاننج هنطلع منها لبلاننج اوف تريتمنت، بلاننج اوف تريتمنت من الاوبجيكتيف طلعت البلان بتنفذها، ماشي؟ طيب هنيجي السبجكتيف اوبزرفيشن، اتكلمنا بنتكلم ده مثال ايه؟ الهيستوري، السكريننج. ايه الفرق ما بين السكريننج والايفالويشن؟ السكريننج ده بيوفر لك وقت. العيان جاي ارفع دراعك لفوق، عيان شولدر ارفع دراعك فوق، رفع كده كويس، حط ايدك ورا ظهرك، اه مش عارف اجيب ايدي ورا ظهري،
ماشي؟ طب ارفع ايدك جنبك وثبتها مفيش حاجه، دي ريزيستنس لقيته بيريزست كويس، هو مشكلته في الانترنال روتيشن اكتر، يبقى معظم الاكزامينشن هيبقى في الاتجاهات اكتر، السكريننج مش سبيشال تيست، سكريننج انت بتستعرض الحاله سريعا تشوف مشكلته فين، صح؟ انت مش الماسل تيست اللي بيقول لك ايه؟ ما بتبتديش من جريد 1 1 تبتدي من 5، تبتدي من 3، صح؟ هو السكريننج كده، انت ارفع دراعك، المس كتفك التاني، حط ايدك فوق راسك، حط ايدك ورا ظهرك، عرفت المشكله اتجاهها ايه، صح كده؟ طيب عرفت مثلا اتجاهها ايده ورا ظهره. طيب بعد كده عاوز اشوف، طب انت عندك مشكله في رقبتك، مشكله في الثراسك، بتشوف الريليشن للمناطق الثانيه، تمام؟ فكده انت عملت سكريننج. طب بعدين قلنا بقى من السبجكتيف ده عملنا بلاننج، هو ده اللي هيحسن الافشنسي، اوفر وقتك، تخش على الاوبجكتيف، من الاوبجكتيف هتعمل ايه؟ رينج اوف موشن. بنعمل رينج اوف موشن ايه؟ اول حاجه الاكتف فري، شفت العيان بيوصل لحد فين، بعد الاكتف فري هتعمل ايه؟ هتعمل الاوفر بريشر، بدل ما تقعد الاكتف والباسف لوحده وتاخد وقت طويل، لا اكتف اوفر بريشر، لقيت فيه بين ماشي من الاكتف ما تعملش الاوفر بريشر، ما لقيتش فيه بين هتعمل اوفر بريشر وتشوف الاند فيل، تمام؟ طيب بعد كده بتعمل ماسل تيست وبتكمبير الناحيتين مع بعض، بعد كده بتعمل فانكشنال تيست. العيان في الاخر لما جالك عشان فانكشن ولا جالك عشان خاطر هو الرينج اوف موشن ما بيجيش كله، اقول لك مثلا انا ما اعرفش اجيب المعلقه عند بقي، صح؟ العيان ما بيجيش يقول لك ما اعرفش اعمل ابدكشن، خلي بالك اصلا العيان الابدكشن بتاعه ده مش حاجه فانكشنال قوي، هو الاكتر هو بياكل في سكابلر بلان وبيسرح شعره في سكابلر بلان، فانت الصح ان انت تعمله تيستنج برضه في الحاجات الفانكشنال، الا لو هو بيلعب رياضه بتتطلب ماشي، يعني انت كده لازم تعمل الشكل فورمه بتاع الرينج اوف موشن وكده، ولازم تعمل الفانكشنال تيست بيشمل ماسل تيست ورينج برضه، تمام؟ وبتعمل التندون جيرب والسنسوري اسسمنت مهم جدا، في ناس كتير بتهمله في الاكزامينشن. السبيشال تيست عندك في الشولدر كام تيست يا دكتور عبد الخالق؟ هنعمل كام واحد فيهم؟ تقول كام؟ 120 تيست، صح؟ ماشي؟ هتعملهم كلهم؟ مش هينفع. السليكشن بتاعك هيبقى على اي اساس؟ تمام؟ يعني العيان هتعمل له سليكشن على اساس الهيستوري. عيان انت بتقول له وعلى اساس الاوبزرفيشن. يعني الهيستوري والاوبزرفيشن هيوفر وعلى اساس اللي انت شفته في الرينج اوف موشن هيوفر معاك التستات، تمام؟ يعني عيان انت من الاول قلت له ارفع دراعك جنبك، في وجع؟ اه، لف راسك كده، الوجع موجود؟ لا، الوجع قل. طب بص لفوق، الوجع زاد. طب وطي تحت، الوجع قل؟ لا، ده شولدر بين ويز سيرفايكال اوريجين. دخلني في سبيشال تيست في حته ثانيه، ان انا هعمل ايه؟ هعمل له اكزامينشن للرقبته، صح كده؟ يبقى الموضوع دخل معاك في تراك ثاني، تمام؟ طيب هتطلع بكونكلوجن، هتقول انا وصلت ان العيان ده عنده مشكله ايه؟ سيرفايكال شولدر والسيرفايكال اوريجين مثلا. طيب هتحط بلان اوف تريتمنت، هتفترض افتراض هايبوثيسز ان العيان ده هو فعلا كده. العيان في العلاج الطبيعي في اول جلسه للرابع جلسه بتلاقي رايه بيختلف ويبدا يركز في حاجات مختلفه، لان اول يوم في الكشف عامل زي اويرنس، انت بتحسن ادراكه لحاجات هو ممكن ما يكونش واخد باله منها، فبيبدا يديك داتا اكتر. يعني انا بتراهن مع العيانين كتير، اقول له انت بتجز على اسنانك، يقول لي لا ما بجزش، ماشي؟ اقول له بتراهن على 20 دولار بعد كده كان زماني غني، لان ايه؟ الجز 50% من العيانين اللي بيجزوا مش عارفين. على فكره لما عيان يجي يقول لك انا بجز، اعرف ان هو بيجز قوي، ماشي؟ تمام؟ ليه بيجز قوي؟ لان ده مش في ده بره فانكشنال اكتيفيتي، هو نايم زي الشخير. انت بتشوف اللي جنبك بيشخر، تقول له انت بتشخر، يقول لك لا ما بشخرش يا عم. يعني والله مره في العياده بسال عيان بقول له بتشخر، قال لي لا، مراته قاعده قالت لي مسجلاني. فايه؟ ما تحضرش الكشف مع مراتك. فيبقى بنتكلم في ايه؟ الجز على السنان نفس الكلام. فالفكره في ايه؟ ان احنا هنا بتحط افتراض للعلاج بتاعك، صح؟ وبعد كده بالتست هيجي بقى في الجلسه الثالثه هيقول لي ايه؟ انا اكتشفت فعلا ان انا بجز، مراتي قالت لي لا انا اكتشفت ان انا بصحى بوقي واجعني بس ما كنتش واخد بالي، انا معايا فيديو للدكتوره بقول لها وانت بتبلعي ريقك فكك بيطرقع وانا بسجل الفيديو، قالت لي لا تقدر تدربي بلعي ريقك، قالت لي ايه ده طرقع، نعم هي ادابتد على ده. فالفكره كلها ان انت لازم اعرف اصبر، ماشي؟ ان انت بتست هيبص بتاعتك وبتفولو اب مع العيان وبتدوكيومنت كل جلسه، تعمل دوكيومنتيشن العيان قال ايه زياده وايه اللي بيتحسن، وبتحط بنش مارك، لازم تقول للعيان احنا بنقيس تحسنك بايه. انت بتعمل ديل، بتوقف تاكسي تقول له هوصل في الحته الفلانيه هتاخد كام؟
هو الديل ده في الكشف انت احتمال عندي تتحسن في خلال 8 جلسات والاوبجيكتيف بتاعي تقف على رجل واحده تعرف تعد 15 ثانيه في الوقوف على رجل واحده تحاول تقرب ده قدر المستطاع هو الموضوع مش بالسهوله دي الموضوع صعب عشان ابقى امين بس هو تحاول قدر المستطاع تمام وتقول متوسط عدد الجلسات 8 انا بكون واخد بالي اقول له متوسط يعني ممكن يزيدوا 2 ممكن يقلوا 2 ماشي ما بقول احبش اقول ان هو بالظبط ليه لان انت فعلا ده بيحصل طب لو طرأ تغير يعني اكتشفت ان العيانه مثلا في عيانه معايا لعيبه سله كانت في اول في يوم الكشف تشتكي من وجع في ظهرها بنشوفها بس طب في الجلسه الثالثه لما بدات تعرف تنط لقيت الباترن بتاع النطه بتاعتها يجيب لي نفس المشكله تاني قلت لها احنا هنخلص عادي في ميعادنا الاكتيفيتي العاديه بس انت لو نطيت بنفس الطريقه دي تاني في الملعب هتجي لك نفس المشكله هنحتاج جلسات زياده عشان نظبط الباترن بتاع النط هي اصلا كانت بتنط ازاي؟ المفروض هي بتعمل لاندنج بتنزل في اكستنشن كده المفروض ان انا بعمل جلوبال فليكشن ماشي فهي مش عارفه تظبط حركه البلفس مع حركه الهيب دي مشكله هي مش عارفه تديسوشيت الموفمنت ما بين ده وده فده محتاج موتور ليرنينج مختلف تمام فيبقى ساعتها اتغير عندي ده وده بشوفه في الري اسسمنت الري اسسمنت ده مهم هو التستنج اوف هايبوثيسز انا كده خلصت الحمد لله عسى اكون فدتكم اشوفكم على خير